تلبس العبات الشفافة وتربطها بحبل يبين مفاصلها، هذا اكتساب؟ هذا شكر للنعم؟ ليقول قائل: ما الفرق بين هذه العبات وبين الثوب الضيق؟ ما يوجد فرق. تلعمس العباءة التي طرزت وزينت وقد نهيت عن إبداء زينتها، هذا تصرف من يرجو الله والدار الآخرة، هذا تصرف من يترك أعماله ويتجشم الكيلوات بل مئات الكيلوات ويرجو ما عند الله في أقدس البقاع في أشرف الأزمان. هؤلاء فاتنات مفتونات، صلى الله السلامة والعافية. هؤلاء معرضات لعقوبة الله عز وجل، ومن ورائهن أولياء الأمور. لا شك أنهن مباشرات، لكن يشترك معهن من تسبب في ذلك في الإثم والعقوبة. ألا يخشى مثل هذا؟ ألا تخشى مثل هذه أن تسلب بعض النعم التي تتقلب فيها، أو تبتلى بمرض تتمنى معه أن تعيش حياة أفقر الناس لكن بدون هذا المرض؟ الله سبحانه وتعالى يغار من ارتكاب المحارم، الله سبحانه وتعالى يملي للظالم ثم إذا أخذه لم يفلته. فلا بد من رجعة نتقي بها هذه الفتن، ونحن في زمن أحوج ما نكون فيه إلى الرجوع إلى الله عز وجل.